أجاب نيقوديموس وقال له: كيف يمكن أن يكون هذا؟ برضو تستغربوا الرد. قال له إيه؟ أجاب يسوع وقال له: أنت معلم إسرائيل ولست تعلم؟ ليه؟ لأنه غالبا نيقوديموس كان واخد باله ما يسألش، ولغاية دلوقتي هو تقريبا ما كانش بيسأل، مش كده؟ كان عمال بس إيه؟ اضطر يسأل لأنه مضغص ومش فاهم، فقال له: مش أنت بتفهم في كل حاجة؟ يعني عاوز يقول له إيه؟ لو أنت متواضع هتقبل اللي أنا بقوله، لكن لو عاوز كل حاجة تدخل دماغك مش هتعرف. لا، وده هنا بقى شرحها، قال له: إذا كنت بقول لك الكلام الضروري لدخول السماء، لو كلمتك عن السماء واللي فيها هتفهم؟ ده أنت في سنة أولى ومش فاهم. فعاوز يقول له نيقوديموس: اهدى بقى شوية، بطل العنجهية الفريسية، بلاش كبرياء العقل اللي عندك، بلاش كل حاجة تبقى إيه يعني مقتنع أنك فاهم وصح. ويل للحكماء في أعين أنفسهم، لأن ربنا يخفيها عن الحكماء والعلماء ويشرحها للأطفال، يعلنها للأطفال. فهنا ربنا يسوع كان رده كأنه في نوع من العتاب أو التوبيخ للكبرياء العقلي أو الفريسي. قال له: هو أنت معلم ومش عارف؟ يعني عاوز يقول له ممكن تبقى بدل ما تبقى معلم تبقى تلميذ، لما تقعد معايا ما تعملش معلم، خليك تلميذ، خليك صبي. إذا كنت جيت لي عشان أنا المعلم ما ينفعش تقعد قعدة معلم، تقعد تحت على الأرض كده وتتعلم. يبقى هنا كأن ربنا يسوع بيقول له: علاجك يا نيقوديموس في التواضع اللي معطلك، ان في الحتة اليهودية العالية بتاعت احنا فاهمين كل حاجة، الناس دي كلها ما تفهمش، مش هتوصل. عشان كده صدقوني البسطاء ما اسهل يتعرفوا على المسيح. الناس اللي شايفة نفسها بالعلم والشهادات والفلوس اكتر ناس ما اعصر دخول هؤلاء ملكوت الله. ليه؟ لأنه مش عارف يتواضع. يعني بيحط ربنا تحته ويقول له: أنا أقول لك يا رب تعمل إيه؟ أنت رب ما بتفهمش. لكن الشخص اللي يجي ربنا يقول له: أنا مش فاهم، مشيني زي ما تمشيني، قول لي أعمل إيه وأنا أعمله خلاص. أنا ما أقدرش أفهم كل حاجة، وأنا فاهم كل حاجة في الدنيا لما أفهم الحاجات الروحية.